السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ العصير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم عصير زوين بزاف منعش، تيجي رائع في المذاق، تيجي خاطر وزوين بزاف. إن شاء الله إلا جربتوه غادي يعجبكم. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا فيها القناة شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بجديد الوصفات، وما تنسونيش من اللايك ديالكم. خليكم معايا لآخر الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات راها بسيطة بزاف. غنحتاجو فيها نص لترو ديال الحليب، 250 غرام ديال الفريز مجمد كما كتشوفو، سكر عندي هنايا 3 معالق كبار، كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبة ديالكم. ساشي وحدة نتاع السكر الفانيليا، وهنايا عندي ساشي صغيرة ديال الفلون بنكهة الفريز. إلا ما كانش متوفر ممكن ديرو بلاصتو 3 معالق ديال مايزينا أولا النشا. غناخد الفريز غنوضعو جانبا، وغنحضر الفلون ديالي اللي غادي ندير في كاسرونه الحليب، سكر سنيده، سكر الفانيليا، ثم الفلون. غنحرك جيدا وغنوضعو فوق البوطة حتى يغلى لي، يعني الطريقة العادية باش كنحضرو الفلون. ومن بعد الحليب ديالي ما كطلع ليه الغلية، الطريقة العادية كما قلت لكم ديال الفلون، غادي نوضعو هنايا حتى يدفى ليا شي شوية، ومن بعد غادي ندخلو للثلاجة حتى يتماسك ليا القوام ديال الفلون اللي كنصاوبو دائما. هانتوما من بعد الفلون ديالي ما صافي كيشد راسو كما كتشوفو. دابا غناخد الفريز غنضيف عليه، سمحوا لي انا ما ضفتهمش في المقادير، جوج علب ديال الياغورت يكونوا بنكهه الفريز، يكون ياغورت كريمي. انا خديت هنايا واحد بنكهه الفريز وواحد بنكهه الشوكولا، حيت حتى الشوكولا كتواتى بزاف مع لي فريز، هذا علاش. ولا ممكن تاخذوهم بجوجهم فريز. كنوضعوهم في بول بحال هكا، كناخذ ميكسر وهنا غنبدا نميكسي هاد الفريز مع الياغورت حتى ينسجموا ليا ويتحل ليا داك الفريز مزيان. ومن بعد ما ميكسيتو ها نتوما كما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش نو كيكون، كيجي شاد راسو. دابا غادي نضيف عليه الفلون، غادي نضيف عليه هاد الفلون هذا، وغادي نميكسي الكل جيدا حتى يولي عندي واحد الخليط اللي هو متجانس وكريمي. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا من بعد ما وجد. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طحنتو هذا كيكون هو القوام ديالو، تيجي رائع بزاف في المذاق. كنتمنى انكم تجربوه، اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله. الا كنتو اول مره كتشوفوا فيها القناه شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. ما تنساونيش من اللايك ديالكم، الراي ديالكم في التعليق كيهمني، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلقى إن شاء الله في فيديو جاي وصفة جديدة دائما على قناة ليلى للطبخ العصير. إلى اللقاء.